المحاضرة وعلى علميته وعلى دقته. والحقيقة أنا متفق تماما مع كل ما قاله بكل صراحة، ولا أظن أننا اختلفنا في شيء على الإطلاق، سوى بعض التوضيحات أحب أن أقولها فيما يخص الأموريين. الحقيقة مثلا نعم، الأموريين لم يتركوا أي أثر مكتوب في بلاد الشام بأكملها، بل أنهم لم يتركوا كما تعرف آثارا مكتوبة إلا بعض المفردات، وقد قورنت هنا وهناك بمكان، ولا أحد يدري إن كانت هي لهم أو لغيرهم. يعني ما زال الأمر، لأن هم لم يكتبوا يعني بالمناسبة، يعني هم أقدم من الأكاديمية، من وجهة نظري ربما يختلفون معي كثيرين، هم أقدم من الأكاديين لكنهم لم يكتبوا. والذي يغري في موضوع الحضور الأموري هو الأسماء، أسماء المدن وأسماء الشخصيات. يعني مورية، لما تسمى القدس مورية؟ ولما تسمى فلسطين مريم أو مريام؟ وهكذا تتداعى الأمور، وهناك ماري، يعني ماري هي أمورية بكل صراحة، في النهاية أمورية هي. يعني أنا الحقيقة يعذرني أستاذي، يعني أعتبره الدكتور عمر رهول وهو علامة كبير في مجاله، يعني أنا من خلال سياحة، وتعرف حضرتك أنا شوي طلعت عن اختصاصي الدقيق اللي هو وادي الرافدين إلى ما هو أشمل. حقيقة من خلال اطلاع دقيق جدا على هذه المنطقة، يعني على تراثاتها، وجدت أن الأموريين ليس بالشعب الهين مطلقا، أولا في بكوريته في الظهور، ثانيا في سعة انتشاره الجغرافي، ثالثا في أنه هو يعني أنا حتى يعني بعض الآلهة الأمورية من مارتو إلى بعض بدأت أفحصها بشكل زي. أنا صدرت كتاب دكتور عمر، كتاب ضخم الحقيقة ليس بالقليل، يعني يقترب من 400-500 صفحة، اسمه الأموريون، وهو أزعم أنه الكتاب الوحيد في العربية عن الأموريون، وبالتفصيل تحدث، وهي مغامرة، وأنا جازفت حتى بسمعتي العلمية بكل صراحة أقولها عندما تحدثت بهذا التفصيل. من أين لك، يعني من أين لي أن أتحدث بهذه الثقة وبهذه الطريقة عن شعب لم يكتب؟ فاستنادا على الكثير من اللقى هنا وهنا، على سلالات الآلهة، على أسماء الملوك، على كذا، استطعت أن أضع لبنة قابلة 100% بالمناسبة للنقاش وللحذف ولعدم التأكيد في أجزائها، وهذا بكل رحابة صدر أقبله، لأني أعرف طبيعة ما فعلته. أنا تحدثت عن كتلة بشرية كبيرة غامضة في التاريخ، مبكرة جدا، لا لغة لها مكتوبة على الأقل، وهناك مدن ومفردات وأشياء لها رابط معها هنا وهناك فقط، وكان اللي كان وصدر الكتاب. هذا الكلام أستطيع أن أقوله مثل ما أقول عن وادي الرافدين، أقوله عن، بل إني شوي الآن تطورت الفكرة أكثر للأمانة أقولها، وأنا الآن ظن قوي جدا وماشي فيه، وسأحرره في كتيب صغير ربما، أن الأموريين بصراحة مصطلح الساميين خاطئ، هم الأموريين، هم الشعب الأول لهذه الشعوب التي تتحدث بالفعل الثلاثي وبالإعراب وبحركات الإعراب. هذا الشعوب اللي هي، يعني أنا الآن لا يعني أشعر بقرب من لما البارحة الدكتور خالد يعني سمعنا نصوص، أنا لما أسمعها قلبي يخفق، يعني بصراحة أسمع رنين هذه اللغة، هذه عربية، هذه لكن هي ليست عربية، هي شيء بها آخر. وحاضر معنا، مرحبا دكتور خالد، أهلا وسهلا بي. ولما تسمع أنت حضرتك أيضا، سأعقب على كلامك وأقول عن النصوص الكنعانية، أليست نصوص أوغاريت كنعانية؟ نصوص أوغاريت، صح المكان هو اسمه أوغاريت، لكن هي مكتوبة باللغة الكنعانية بالكتابة الأوغاريتية المسمارية الأبجدية عن طريق الحرف المسماري، هذا توصيفها. لكن هي في التالي نقلت الأساطير والأحداث والأفكار والأدب
كنعاني الذي أنا أيضا اقترحت الاسم بديل لأدب الشام سميته أو شام، باعتبار أن الإله الأكبر للكنعاني هو شام ولا يوجد إله، يعني هذه أيضا مقترحات تعرف. احنا نخوض في هذا الخضم، قد لا نعثر على حقيقة كاملة في هذا الموضوع، لكن الكنعانيين لهم نصوص، هي النصوص الأوغاريتية، لأنه احنا أثرنا عليها في العصر البرونزي المتأخر في حبين 1400 إلى 1300 تقريبا، هذا هو الزمن المقدر للنصوص، وهي كثيرة بالمناسبة، يعني لا واحدة ولا اثنين. وحتى تلك البذور التي نجدها في النصوص الأبلائية، نصوص أبلا اللي هي خليط أكدي على سومري، مفردات سومري، وفيها روح، أنا هذا ظني، فيها روح أموري مبكرة جدا، هي مو أكدية، يعني هي ليست أكدية كلغة كبناء، هي فيها شيء آخر مختلف لحد الآن. نحن سموها تسمية رائعة وخصموها، قالوا اللغة الأبلائية، الحضارة أو الثقافة الأبلائية، لا، وهذا رائع أيضا في محلي. أنا أقول أن لا الأبلائيين أو الأموريين اللي هم مع أو في خضم معهم الأبلائيين أو الكنعانيين اللي هم الأوغاريتيين ما مجهولين في المنطقة عندنا. ليش مجهولين؟ نصوص جبارة عندهم، إلى اليوم تصدر مئات الكتب عن 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 الأساطير والملاحم الأوغاريتية، ونستمتع بها أيما استمتاع، ونجدها. وأنا تحدثت في كتابي عن المعتقدات الكنعانية، أسطورة بعل وإيل إيل وثم وبعل فيما بعد، هي توأم دكتور عمر، توأم لأنه ما قالش توأم، ولكن مقطوعة الرأس. بأي معنى مقطوعة الرأس؟ المقدمات الأولى عن تيامت وعن كذا كذا، وصولا إلى مردوخ، وأنت تعرف أن مردوخ هو بعل هو نفسه، يعني هو تسمية كنعانية اسمها بعل أو أوغاريتية فيما بعد، هي توأم لها. فأنا قصدي هذا، يعني إحنا كباحثين في هذا المجال لا نستطيع أن نمنع تأملنا للمنطقة وتحولاتها فيما أسميه بلهجات تنفصل عن لهجات، شعوب هي حقيقة شعوب تتفصد إلى قبائل ومشايخ وكذا، وتتحول إلى شعوب كاملة جبارة أخرى. يعني هؤلاء الهكسوس لو انتصروا كانوا كونوا شعب كامل جديد أشبه يبدو وكان أشبه بالآرامين وكذا، لكن طبعا يعني نكبوا نكبة كبيرة جدا في مصر فيما بعد وانتهت قصتهم. لكن هم أنت تلمس بهم حتى يعني فيهم لمسة الأموريين وما يسمى بالعماليق، وأنا أتحدث عن الحقيقة كلها في كتابي عن الأموريين. أنا قصدي هناك نصوص، إذا لم تكن هناك أسماء مدن، هناك أسماء آلهة، هناك أسماء ملوك لها علاقة بهذه التسمية وبتلك، ونستطيع أن نجمع هذه الشيء، ونستطيع أيضا أن شوية نحرك بعض من مو خيال، ما أسميه خيال، العلم ليس فيه خيال، ولكن نستطيع بعض طريقة تفكيرنا نحو ترميم هذه البيئة مثل ما تفضلت الثقافية والحضارية في منطقتنا. وأيضا ألجأ إلى ما يسمى بالإثبات الخارجي، يعني أنت إذا ما تعرف شعب معين ما الذي أطلق عليه من قبل الآخرين، من قبل يعني مثلا أنا لمحت كلمة سوري، سوري سوري تتكرر كثير جدا عند تجلات بلاسر وعند جماعة عند الآشوريين، يميزون بين آشور وسوري، يقول لك وذهبنا إلى كذا المنطقة واحتلينا المناطق سوري وبالستو، يعني هناك منطقة اسمها سوريا، يعني لما لا، يعني لما لا ننظر للأمور باحترام، وأنه ليش نخلط الأمور وليش نلغي الشعوب وليش ندمجها، يعني أنا يعني حقيقة يعني كثير متضايق من هاي فكرة يعني الحركة السريعة في خلط الشعوب، إدماجها وإلغاء شعوب، هذه تؤذيني، لأنه أنا أقول هذه تراث منطقتنا. رأيي وأنتم أخوة وأصدقاء وأعزاء وباحثين ومفكرين، لا أفرط، تأكدوا لا أفرط بشقفة جرة من تراثه، ولا يجب أن نفرط جميعنا، لأنه هذا تراث بلداننا وأهلنا ومستقبل أولادنا، مستقبل أحفادنا، لا يجب أن
أنا شلون أجي ألغي شعب كامل وأدمجه وهذا ما موجود هنا وهذاك كذا، وبعد يومين ثلاثة المنطقة كلها أصلا تخلو من الماضي كله هذا، ويصير يبدو هذا الماضي مكرس لناس آخرين يعني وإحنا ما نعرفهم. فأنا قصدي يجب أن نحافظ عليها، لكن طبعا ومثل ما تفضلت حضرتك يجب أن نبقى في حد كامل مع العلم والآثار بالطريقة التي تؤمن حياديتنا، ولا نجازف مجازفات كبيرة، لأن المجازفة في هذه الأمور خطرة جدا، خطرة على أجيالنا القادمة يا أخوان. يعني إحنا لن ندمر شعوبنا القادمة، إحنا في صراع حضاري وأنتم تعرفونه، يعني هذا صراع حضاري إحنا نعيش الآن. اليوم ضعفاء ترى بكرة إحنا نصير أقوياء ممكن، وعلينا أن فعلا نمسك الزمام الأمور، لا نورث لهم تاريخ يعني نقترحه نحن وهو فاسد، احنا بسبب تأويلاتنا بسبب جموحنا بالخيال هذا العجيب الغريب اللي الآن نشهده مع الأسف في كثيرين من مؤرخينا المعاصرين. يجب أن نتريث ونبني تاريخنا بشكل صحيح وقائم على الآثار 100% أولا، ثم بعض المجال لمداولة الفكرية في داخله. دكتور عمر أنا شاكر فضلك وشاكر حضورك وأشكرك جدا على كل ملاحظاتك، وشكرا جزيلا لك.